ليش ما متعشين نعشة؟ أشوف أنت تجيب النعشة، لا ميسو نعشة، متعنا ألا سافرت. ويا هاي مسوار، وأنت لا تقول مجمدة من مسوار. ميسو إلا ألا ميسو كنت داكي. شنو يا سافري؟ إي إلا سافري. تعال من عبد الله على أهلك. تعال. شنو اليوم جاي صايح ولا جاي من عشاء لا كنت داكي. هاي مسوار، والثلاجة، والمجمدة. العنف الاسري، من الضحية مالته؟ من الضحية مال العنف الاسري؟ تعال. هسه انت عركوا الام والاب. العنف الاسري ضحيته هذا، دولة. هذا راح يطيح. وين يروح؟ يكبسه، يشرب عرق، يمشي بطريق غير طريق. سبب من؟ سبب الاب والام. الام تتقوص والاب يتقوص. الأم تريد إلا سفريات وكنتاكي وفنتاكي وبويته ما تتحمد الله وتشكره وتسوي عائلتها طميطة بالبنجانات وترتب العشاء بالليل. من الضحية مال العنف الأسري؟ هاي هاي راح تصير عندها صدمة، راح تنصدم الأم والأب. تقول شلاب التناحش هذا وين يروح؟ راح نشوف له شلة من أولاد الحرام ويطلق وياهم. راح يبلش كريستال ابوه عرق. سبب من؟ سبب الام والاب. الاب انت انطي من نفسك شوي رجال، وانت امضيت وعندك اطفال، واذا داريت بيتك وداريت زوجك واهتميت باطفالك حتى الله يبارك بيك. سبب رئيسي ضياع الاولاد والبنات، هاي البنات تكبر تطيح بالشوارع، شوف طريق غير طريق. السبب الرئيسي هو العنف الاسري. هاي رساله الكل شيء بيوصلها. السبب الرئيسي بنطلب من العوائل الشريفه، العوائل الخايفه الله، التسامح مليون من الزوجه والزوج. ربي يحفظك.